يا ابوي رمسني. كاني ماكل حلال امه. ما شاء الله شو استوي هبز. مرة ثانية إذا وسخت حجرتك أنت بنفسك اللي بتنظف الزولية. زين الشيبة. عارفة الريحة؟ هلا وغلا. اليوم طبعا في عندنا عرض حصري او خاص للفيلم الاماراتي مسك، واليوم معانا الفنانه مناهل العوضي. كيف الحال؟ الحمد لله، الله يسلمك. طبعا انا ما بقول كيف معنوياتك حق الفيلم، بس اول شيء توقعاتك يمكن عرض الفيلم للجمهور، شرح كيف راح تكون واشرحي لنا بس شيء بسيط عن دورك في الفيلم. اول شيء انا دوري دور مريم، دور الاخت اللي تكون عايشه طول السنوات في أوروبا وترجع من برا لما يمرض أبوها، عشان تهتم في أبوها وتهتم في أخوها اللي هو أصلا مطلق وعنده طفل صغير وهي تحاول تهتم فيه أيضا. وطبعا الفيلم هو قصة إماراتية، أنا من خبرتي تحاكي مجتمعنا اللي نحن عايشينه، يعني هي خلنا نقول مأخوذة من قصة بدل الواقع. والفيلم يعني في مشاهد مؤثرة جدا، و يعني مثلا very intense، وإن شاء الله راح يعجبهم الجمهور الفيلم، ولأن قصة إماراتية حبكة ثانية غير عن الأفلام المعتاد عليها. أنا هالي سمعته عن الفيلم أنه هو مختلف من ناحية الطرح ومن ناحية النوعية، لأن احنا متعودين على أفلام الكوميدية والأفلام الرعب والأفلام الخفيفة نوعا ما. الصورة البصرية أنا شفتها في الدعاية جميلة، أتمناها تكون أيضا في السينما تكون بنفس الطريقة. كان موضوعي الفيلم شارك في مهرجانات كثيرة، أنت حضرتي أحد من المهرجانات هاللي شارك فيها؟ تقدر تعطيني عن طباعك؟ أوكي. أنا شاركت في مهرجان المغرب، وشاركت في مهرجان بنغلاديش، وشاركت في مهرجان الهند. طبعا الحمد لله أنه كان جدا قبول من ناحية الجمهور للفيلم، والناس يعني الجمهور كان مستانس على الفيلم ومتوقع. ممكن يعني أنا ما بمدح لك الفيلم الصراحة عشان ما تقولوا تمدح الفيلم، بس أنا هذا اللي هو من خلال تعاملي الجمهور في البلاد اللي صرت لها كان الفيلم عايبنهم. ومن ناحية طرح الموضوع والفكرة والقصة أصلا هي يعني وايد حبوا المشاهد أيضا. طبعا هذا التعاون الأول مع السويدي ولا في تعاون كان قبل مع المخرج؟ أنا بالنسبة لي أول مرة أشتغل معاه في هالفيلم، بس هو هذا ثاني فيلم له. كسينما أنت بالنسبة لك السينما الإماراتية أول عمل ثاني عمل ولا في أعمال بعد شو جاية؟ أنا كسينما إماراتية هذا أول عمل لي، اشتغلت في أفلام قصيرة كثير، واشتغلت في فيلم قلب العدالة، اشتغلت في هالمسلسل كنت حلقتين فيه، بس يعني كفيلم سينمائي عرضه في السينما أول مرة اليوم. جميل. Yeah. إن شاء الله أتمنى له التوفيق للفيلم أولا، وثانيا إن شاء الله بعد هذا الفيلم لك فيلم قادم يكون سينمائي جديد. إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. شكرا لك، شكرا على استقبالك لي، شكرا. طبعا متواصلين معاكم في هذا الفيلم الإماراتي اللي أنا أعتبر واحد من الأفلام المختلفة والمغاير في السينما الإماراتية، والشيء اللي يخليه مختلف أكثر لأن عندنا واحد من رواد المسرح ورواد الفن الإماراتي الأستاذ القدير، اللي أنا ما أريد أكبرك وأقول 43 ولا 45 سنة ما شاء الله في المسرح، الأستاذ ضاعن جمعة ما شاء الله عليه موجود في هذا الفيلم، وأنا تفاجأت مشوته في بعض المسلسلات الدرامية أنه ما شاء الله صوته أحبه وايد. الله يخليك بارشيد، شكرا على هالمقابلة أولا، والحقيقة أنا سعيد أني أتقابل معاكم ومستعد لأي سؤال تسألونني. طبعا أسئلتي بتكون خفيفة طبعا. على راحتك، خفيفة ثقيلة أنا مستعد لها. أول شيء شو اللي خلاك توافق أن تمثل فيلم سينمائي
بهذا العنوان ومع المخرج السويدي؟ أنا الحقيقة يعني تكلمت وياهم هناك في الموضوع هذا، لكن اللي خلاني أني أنا مبتعد زمان، وما أحد طبعا طلب مني أني أنا أتقدم في عمل فني في الفيلم، وكنت كان اعتمادي على المسرحيات وعلى المسلسلات التلفزيونية وغيرها. ولكن الحقيقة لما جاني حميد وعرض علي هذا الشيء شفتها فرصة، ولكن هاي الفرصة تمنيتها قبل هذا العمر، يعني أساس الواحد يقدر يعطي ويبدع في أموره. ما شاء الله أنت بعدك تعطي يعني. ولكن مثل ما تقول الحقيقة ساعدني أني أنا اشتركت في هذا الفيلم، وبغيت تكون هاي بصمة لي في فيلم الأفلام الوطنية اللي هي من الإنتاج المحلي. والحقيقة لا يعني أدعو الناس وأدعو الجمهور يعني مشاهدة الفيلم هذا، وبيطلعون إن شاء الله بانطباع جيد من خلال موضوع الاجتماعي، ومن خلال يعني شكلية إخراج هذا الشخص اللي يستحق أن الناس يعني تعطيه مقامه وتعطيه درجة العالية يعني. وهذا اللي أنا حقيقة خلاني فرصة سعيدة أني أشترك في هذا الفيلم، وهذه أول مرة. وبعدين حتى لو أني كبرتني في هذا الشيء أنتظر بعد حد يطلبني أنا. بعدك ما شاء الله عليك، ويعني وايدين بعد هالفيلم أنا متأكد في أدوار خاصة يبون الأستاذ ضاعن يكون فيها موجود. الله يخليك بارك فيك، والله ضاعن مستعد يعني بقدر استطاعتي أقدر، ولكن كبرت ترى دير بالك. بعدك ما شاء الله بعدك. يعني بعدك مطلوب، يعني هو الكبر في السنة ما في شيء اسمه كبير. الله يخليك بارك. زين أستاذي أنا بسألك بالنسبة للمسرح كيف تشوفه؟ قبل ما أقول كيف المسرح، شوف السينما كيف تشوفه في الإمارات، وعقبها بنشوف مشاريعك القادمة في المسرح ولا في الدراما. السينما في الإمارات طبعا ماخذ دورها من زمان مو توها، وكان الناس يعني متجهة لناحية السينما. السينما يعني ما بدنا طلعة جديدة علينا احنا، يعني من الستينات موجود السينما، خاصة في دبي، خاصة يعني وفي الشارجة اللي حققتها فيما بعد، وبعض الإمارات يعني. ولكن دبي طبعا ركيزة السينما تعتبر، كنا احنا نحضر وكذا في طفولتنا. والحاضر الآن شيء يبهر، سينما تبهر حقيقة الأمر، يعني صناعة الأفلام وصناعة الأشياء هذه خلت الناس يعني شو هذا العجائب هاي، لأن التكنولوجيا والتطور ويصنعوا لك إنسان ما بإنسان، يعني حاجات خلت الناس تنجذب ناحية السينما. والحقيقة السينما يعني لها دور كبير في 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 صنع الإنسان وتغير طور المجتمع يعني من مكان إلى مكان. لكن هذا اللي بياخذ الشخص اللي بيدش هذا الفيلم مثلا على سبيل المثال يكون عنده يعني وعي لهذا الفيلم وشو الحديث اللي فيه، فمن خلال هذا ممكن هو يستوعب أشياء كثيرة تغيره وتغير مجاله وتغير زمنه يعني. استاذ أنت يعني تميل لأي سينما أكثر شيء؟ التجارية، الفنية، أو أنت تحب السينما العالمية الهوليوود ولا البوليوود الهندية، شو تحب أكثر شيء؟ أنا أحب البوليوود. أنا أدري. أحب مسلسلات بتابع عملياً 4 مسلسلات اليوم أشوف. ما شاء الله. أي نعم. من محطة إلى محطة. لأنهم مريحين يا أخي وقصصهم خفيفة. أما بالنسبة للسينما يعني أنا قليل من رواد السينما الحقيقة، ما كنت خاصة يعني بعد ما دخلت المسرح ودخلت المسلسلات ودخلت الوظيفة، والوظيفة حكمتني. وتدري انت روحك الوظيفة لها دور يعني، وخاصة مسؤول في مكان معين له يعني سمعته وشهرته وكذا يودن يطلع، ولكن مقيد. فالسينما الحقيقة يعني مثل ما قلت لك أنا أحب السينما هذه الهوليوود وبعض الأفلام الأجنبية يعني هذا. إيش مشاريعك القادمة في المسرح او في الدراما في التلفزيون؟ اتذكر في كان مسلسل لك اسمه الجيران اعتقد او شيء، عاد هني انا تفاجأت قلت وين هذا الفنان اللي طلع لنا فجأة يعني، هذا كنا منتظرينه يعني. فعندك دراما مسلسلات او مسرح؟ لا هي انا هذا بالنسبة للجيران الحقيقة يعني عرض علي احمد الجسمي، وانا قطعت المسرح وقطعت التلفزيون لان كانت هناك في مواضيع واشياء شلايلية والى اخره، وانا ما احب اني اعرض نفسي حتى لو اتم 20 سنة. فتأخرت على المسرح والش اسمه والتلفزيون مدة فترة طويلة حوالي 7 سنين 8 سنين انقطعت يعني. فجاني أحمد وكلمني عن هالموضوع هذا، فحتى هو استغرب قال أنت انقطعت عن هذا الشيء،
ورجعت، بس ما شاء الله رجوعك قال ما كنت متوقع انك انت بتطلع لي بهذه الصفه يعني بهذا هذا. فطبعا انا اذا امدح نفسي اذم سوري. ما تمدح الناس مدحت. الله يخليك ويبارك فيك، يعني هذا اللي كان بالنسبه لي. والمشاريع القادمه شيء بالنسبه والله انا يعني الحقيقه ما عندي كشخصيا مشاريع معينه لاني ما عندي الحدود هاي، لكن اذا كان حط طلب مني من هذا انا مستعد يعني ما في مانع. بعد هذا الفيلم في طلبات ترى ان شاء الله. ربك كريم ان شاء الله. ربك كريم، اتمنى بس تكون عدوين على الخف شوية. أتمنى كل التوفيق للفيلم وتوفيق لك أستاذي، وبعد هذا الفيلم أنا متأكد راح تحصل طلبات خاصة من مخرجين. الله يخليك ويبارك فيك. شكرا 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 شكرا. ممنون لهذا اللقاء. الله يخليك إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. أقول لك قم قم ورا بك شيء قم. طبعا معاي بطل الفيلم محمد الحمادي، لان اقول عليه بطل خلاص هو بطل ما شاء الله عليه من بعد الافلام القصيره اللي شفتها الحين في فيلم. انا اشوف فيلم مختلف وانا بعد ما شفته اتوقع انه يكون فيلم مختلف وفيلم جديد، لانه اللوك ماله ما شاء الله كل مره يتغير في الدعايه. شفت له كذا لوك ما اعرف شو السالفه شو السبب. فانا ما بقول لك اشرح لي شخصيتك، بس اقول لي انطباعك للفيلم هذا. مشاركات في مهرجانات وايده وفوزه في مهرجان، وشو توقعاتك له من عرض تجاريا في الامارات؟ ابتعدنا كل البعد عن الأفلام التجارية، بس اقتربنا كل القرب عن الأفلام الواقعية اللي قد لفئة معينة تعني لهم شيء. الفيلم شارك مهرجانات وفاز ولله الحمد، هذا قد يكون انتصار. انتصار ثاني أنه يروح للمشاهد بالسينما والمشاهد يشوفه ويعجبه ويمسه ويقول ممكن أستانس في الفيلم أو أستانس في القصة بشكل مهم. إذا أستانس في القصة معناته أنت عملت كل شيء، حتى لو صورته بالآيفون في النهاية حاولنا اشتغلنا واجتهدنا على تصوير على القصة وعلى التمثيل على الموسيقى بعد صح ولا لا؟ رحنا بودابست وسجلنا الموسيقى، كان أفضل شعور يعني دوبامين اللي هو اللي يكون في جسم الإنسان 8 ساعات يوم كامل وحنا نسجل موسيقى من أجمل الأشياء صراحة. المهرجانات اللي زرتها برا الامارات، زرت شيء مهرجانات عالميه حضرت مع الفيلم ولا شيء؟ عندك انطباع عندك فكره او سمعت شو صار للفيلم من اقبال جمهور خارجي؟ والله في ناس كانوا يكلموني ما اعرفهم يقولون شافوا الفيلم في مهرجان. انا اول مهرجان شفته لاسباب اني كنت قاعد اصور فيلم، لاني انا درست الاخراج وياس اشتغل على فيلمي، يعني حاولت ان اخلصه قدر المستطاع، وانا كنت اشتغل فيلم طويل ككتابه، فدائما كان يتعرض كمان للتصوير ما قدرت اروح الا اليوم. اليوم يعني قالوا لي العرض بيكون في دبي، يعني قلت اكيد لازم احضر لانه في النهايه وجودي انا وجودي انا هني بالعكس هذا افضل رساله اقدر اوصلها لشخص ممكن يكون حب يكون ممثل كاتب مخرج، يعني يشوف الشخص قدامه ممكن يساله كيف ما كيف. وجود الاعلاميين نفسك شرواك لحضور اي فيلم اماراتي يعطيكم العافيه، ادري تضرب خطوط عشان تشوف العروض، يعني بالعكس يعني انا يشرفني ان اكون موجود، يشرفني ان بعد يعني قدر المستطاع على فهمي البسيط اجاوب على الاسئله. يعطيك الف عافيه. الفيلم الجاي شو اسمه وشو عملك بالضبط بيكون؟ اوكي الحمد لله ولله الحمد في فيلم كتحضير مع علي مصطفى بيكون شيء يعني مع ايميجينيشن بعد ولا ما اعرف، لا تسالني علي مصطفى سالم مصطفى فبنشوف كيف الترتيب معه. في فيلم انا قاعد اشارك في مهرجانات وهو مريم دوره في المهرجانات، في سيناريو خلصته قبل اسبوعين والحين ان شاء الله السنه الجايه راح اصوره فيلم روايه طويل. في دوكيومنتري، في تو دوكيومنتري شغال عليه، دوكيومنتري الاول عن المخدرات مع فيصل مساحي من سما دبي، ان شاء الله فيصل راح يكون له دور في السينما تذكر كلامي. والفيلم الدوكيومنتري الثاني كان عن مخيمات اللاجئين في سوريا، فهذول الاربع خمس شغلات يعني ياخذون مني سنه كامله هذه هي اذا الله راد يعني. يعطيك العافيه حبيبي ونتمنى التوفيق للفيلم تجاريا.
مع الجمهور وان شاء الله يعني يسوي. انا بالنسبه لي دائما احب الافلام المغايره، وانا اتوقع انه يكون فيلم مغاير والجمهور ان شاء الله يتقبله في السينمات. بشوف من يخلص الفيلم مسك الميكروفون وعطنا رايك، لان راح يكون مهم جدا. يعني بعد شوي راح السينما نشوف الفيلم معك. هي هو صوروه لما يعطي راي، لان رايه مهم جدا يعني. تمام، شكرا على راسك حبيبي. ما تقصر، يعطيك الف عافيه. شكرا. عبد الرحمن، ما في حجرته؟ اتصل فيني محامي معه، قدم طلب تلغي زيارات عبد الرحمن. على اي اساس؟ مو صار له عندي يومين بس؟ ها؟